أظهرت زيادة التطور للحمل أن الجنين كان يتجاوب بشكل جيد للغاية وأنه كان ينمو من الناحية الفسيولوجية. لم نشعر بوجود أي مشكلة في استمرار الحمل أو أثناء النمو. لقد قررنا الوصول إلى الأسبوع 28 على الأقل، والأفضل الوصول إلى الأسبوع 32 أو 34. يجب أن يصبح الجهاز الرئوي لحديثي الولادة مكتملاً بشكل جيد ليتمكن الجنين من التنفس بمفرده بعد الولادة.